لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب. فسابع أخي دوما ورتله خاشعا تنال الرضا والكشف للهم والكرب. وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهب من الرب. وقف أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الحق يقول أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا فيام من نحسات نذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله سبحان مهلك عاد، سبحان مهلك فرعون، سبحان مهلك النمرود، سبحان مهلك الألوف والملايين من الفجر والكفر والطغاة أفراد وجماعات في مختلف الأوقات في مختلف الأماكن. ما لنا نتعامى عن عظمته وجلاله وكبريائه والكل مجهور تحت حكمه. خرج هيبة من سواه من بالك وعقلك. فهو الذي يهاب وهو الذي منه المبتدى وإليه المآب وهو رب الأرباب ومسبب الأسباب وبيده ملكوت ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حتى إذا رأوا ما يوعدون في الدنيا بالموت والقتل في الآخرة بالوقوع في العذاب فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا جميعا وأن الله شديد العذاب. وبعدين ما كان بينهم اتفاقات واتصالات. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما عاد شي صديق ولا شقيق ولا في حزبي ولا تبعي ولا بيني وبينك ولا عهود ولا مواثيق ولا شيء. خلاص روح. وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة نتبرأ منكم لو شي رجعة للدنيا ونتبرأ منكم فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم. الهيمنة والهيمنة ذيك حقولها حسرات عليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وبعدين وين يروحون وما هم بخارجين من النار وهم أجرنا من النار. هذه النهاية وهذا المصير. لا إله إلا الله. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل له قل إن أدري يعني ما أدري قل إن ما أدري أقريب ما توعدون من أجل كل واحد منكم ثم القيامة. أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا وقتا معينا يطول أمده يطول وقته. هذه مع أن كل الوقت الذي بقي في علم الله تعالى وإرادته ما بعد بعثة النبي محمد إلى أن تقوم الساعة وينفخ في الصور قصير جدا بالنسبة لما مضى من عمر الدنيا. ولهذا قال بعثت أنا والساعة كهاتين اقتربت الساعة وانشقل. لكن لما يتحدث الحق عن قرب ما هو قرب صاحب العمر قصير مننا. لأن احنا حتى في الحياة الدنيا الذي قد مرت عليه سنوات كثير يبقى متسع بعض الشيء ويرى أن السنة قريبة لأنه قد عدت عليه سنين قريبة. يقول لما تقول له سنة سنتين واحد طفل صغير تقول صلى هذا بعد سنة
سنبع فين عنده سنبع؟ إيه هذا، لأنه عاد عمره كله كم سنوات، فالسنة دي بالنسبة لعمره شيء كبير. لما بدأ يكبر قليل يقول سنتين ثلاث سنين لا بأس، لكن أربع خمس سنين يقول بعيد، هذا 10 سنين. ومسكين ده هو كبر عدى وقرب من الأجل، ولكن يشوف العشر تعدي بسرعة لأنه قد عدت عليه 40 50 هو، فيشوف العشر تعدي بسرعة تقول بعد 10 سنين يتفاوض معك. مع أنه مفروض هذا اللي قرب الآن هو مفروض يقول له خلاص الوقت قريب، لكن هكذا طبيعة الإنسان. ولما قال الله قريب، ما هو بحسب مدارك الناس القرب هذا، وقد يكون 1000 2000 3000 سنة ممكن، هذا قريب. لأنه كم من حين كون الأرض وكم من حين أخرج أبانا آدم من الجنة؟ ملايين السنين. فهذا 3000 4000 قليل، ما يسوي شيء، قريب. بعثت أنا والساعة كهاتين، ولأجل موازين البشر في القرب والبعد قال قل إن أدري أقريب ما تعدوني في الموازين البشرية، أما في واقع الأمر وحقيقة في ميزان الله قريب قريب. ها؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يقول سبحانه وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولكن بالنسبة للموازين البشرية في القرب والبعد قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا، تمتد شوية من الوقت لكن لأجل معلوم، أما جعل ربي أمدا. ربي هذا عالم الغيب، يعني المحيط بعلم كل شيء. الغيب هذا بالنسبة للخلق، أما عند الله ما شيء غيب وشهادة، كله عند الله سواء. لكن بالنسبة للخلق ما يغيب عن مداركهم الموهوبة لهم بحكم الترتيب الإلهي، يعني سنة الله في الخلق، ما يغيب عن مداركهم بالأسماع والأبصار والأشياء التي يتمكنون من إدراكها بحضورها وشهودها ووسائل، إذا غاب عنها يقول هذا غيب. نعم صح، بالنسبة لك غيب. عمل الثاني في خلوته وخواطره في نفسه بالنسبة له ليست غيب، بالنسبة لك أنت غيب، أنا ما عندك مدارك تصل إليها، فصار غيب وشهادة بالنسبة للخلق. لكن الحق العغيب والشهادة عنده شيء واحد سوا، أحاط بكل شيء علما جل جلاله، لأنه يعلم كل الأشياء بذاته وعلمه محيط بكل شيء. أما أنت ما تعلم إلا بواسطة التعليم وآلات أعطاك إياها تتأمل بها تدرك، فلابد يكون إدراكك محصور وقاصر، وما غاب عن هذه المدارك ما تدركه. عالم الغيب، عالم الغيب على الإطلاق بجميع، يعني المحيط علما بكل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لا يكون كل عالم به. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه، يعني ما يطلع على بعض غيبه، مش غيبه كله، ما حد طلع على غيبه كله، لا ملائكة ولا أنبياء ولا غيرهم، لكن على شيء من غيبه وشيء من علمه ما يظهر على شيء منه إلا من ارتضى من رسول من مثل الرسل، فإنه يطلعهم على غيوب في العالم الأعلى وغيوب في البرزخ وغيوب في القيامة وغيوب فيما وقع قبلهم وغيوب فيما يحدث بعدهم، أشياء يخبرهم بها فيخبرون بها على حسب ما يأذن لهم، إلا من ارتضى من رسول. الله أكبر. فيكون هذا الاستثناء منقطع، الرسل ما يطلعون على جميع الغيب الرباني ولا الملائكة، والمعنى أنه يطلع رسله من يشاء من رسله، كما يطلع ملائكته، كما يطلع من شاء من أتباع الرسل الصالحين، كما يطلع على بعض الأشياء بواسطة ما أعطى سبحانه وتعالى من العقل والفكر في مقايسة الأمور ببعضها البعض وربط الأسباب بالمسببات، فتكون هناك علامات ونتائج أو نوع من الفراسة يحصل لذا ولذاك، يحصل مثل هذا. لكن ما أحد منهم يحيط بعلم الغيب، ما يمكن،
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن فكما قال في الآية أخرى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فكذلك هذا علم الغيب، من ادعى ليحاط به فقد كفر، ومن ادعى أن غير الله يحيط به فقد كفر. ولكن من علم أن الله يعلم من شاء من الملائكة من الرسل من الأولياء من الصالحين شيئا من الغيب من دون إحاطة فهو الذي آمن. وبهذا نرى ما كان يتحدث الناس عن بعثة النبي قبل بعثته، وفي الأسواق ويذكر ذلك غيب، إما ورثوه عن الرسل من الكتب، وإما بما أتاهم الله من ملكة يطلعون به على شيء مما أراد اطلاعهم عليه. ثم نجد ذلك في عالم الصحابة، وسيدنا عمر بن الخطاب في مكان بعيد من موقع المعركة، والمعركة في الشام وهو في المدينة، وينظر وذاك يسمع هناك يا ساري الجبل، هو في الخطبة ويقول في يا ساري الجبل. بعض الناس حاضرين عندهم سيدنا علي، يقولوا التفت يقول ما يقول أمير المؤمنين، ضحك سيدنا علي قال سيرجع إلى عما قال، بيرجع رجع إلى خطبته كملها. وهابوا يسألون إيش ساري، إيش من سارية وإيش من جبل عندنا هنا في المسجد النبوي في المدينة. لما انتهت المعركة وجاءوا بعد قالوا في يوم الجمعة كانت عندنا معركة في تاريخ كذا وكذا، وكان خلفنا جبل استدار منه بعض المشركين كادوا أن ينزلوا علينا. يقول سيدنا سارية فوالله ما شعرنا إلا بصوت عمر يخرج مسامعنا، يقول لي يا سارية الجبل يا سارية الجبل. قال فالتفت فرأيتهم فصعدت عليهم. وذا يشوف من هنا وذاك يسمع من هناك، ايش هو هذا؟ فلا يثير على الغيب احدا الا من ارتضى من الرسول، من ارتضى من الرسول واتباع الرسول ما يطلع مع الغيب كله على شيء من هذا الغيب. قالوا يقولون في لغه العرب ما دخل اليوم عند الملك الا الوزير. قالوا دخل معه ولده وخدامه وحارسه والحاشيه حقه كلهم دخلوا عنده. يقول ما دخل الا الوزير اليوم، هذول أتباع، هذول أتباع الرسل عليهم رضوان الله تعالى. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، فإنه يظهر على بعض الغيب، فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا تجي فيه معاني، يجعل له رصد طريق لشيء مما مضى وشيء مما يأتي، فيطلع على بعض الأشياء. واحد يسلك من بين يديه من خلف رصدا، عندما يوحي الوحي والرسالة إلى أي نبي إلى أي رسول يرسل رصد من الملائكة مع النازل بالوحي عليه مع سيدنا جبريل، ويحرسونه ويحرسون ذلك النبي حتى لا يخلط أحد من الشياطين ولا يسترق ويبلغ قبل ما يبلغ ذلك النبي والرسول، فيكون هناك رصد وحراسة من الملائكة. يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم هذا النبي والموحى إليه أن الكلام من عند الله حقا لا دخل فيه للشياطين ولا الوسوسة، وأنه عبر الملائكة، ليعلم كل رسول ونبي أن الأمر جاء من فوق من عند رب العالمين، ليعلم أن قد أبلغوا الملائكة رسالات ربهم. الله أكبر. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلموا أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فلا ينطقون إلا بالحق ولا يقولون إلا الحق، ويأتيهم من عند الحق، لا يقدر عليهم جني ولا شيطان ولا صغير ولا كبير من الخلائق. ومع ذلك في عالم الحس يجعل الله حراسة من الملائكة عند نزول الوحي، فإذا نزل ملك الوحي نزل ومعه كوكبا من الملائكة يحيطون به من بين يديه ومن خلفه
ويحرسونه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ويقول بعض أهل التفسير ليعلم المكذبون أن هذا الكلام من عند الله لا يمكن أن يأتي به جن ولا غيرهم، ليعلم محمد الذي أرسل وحي عليه أن الرسل من قبله كلهم صدقوا وعليهم هذه الحراسة وعليهم هذا التأييد الرباني. ولكن أقرب الأقوال ما ذكرنا سابقا، ليعلم كل نبي أوحي إليه أن هذا الوحي خالص من عند الله بواسطة الرصد الذي ينزل من الملائكة، لا اشتباه أبدا ولا إشكال أن يكون من جن ولا من شياطين ولا بأي سبب آخر، ليعلم أن قد أبغوا رسالات ربهم. والواقع أيضا في وصف الله تعالى أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالكائنات كلها مهما عظمت الموجودات منتهية، ولأن لها عدد تنتهي إليه مهما كبر، فلكل شيء نهاية، ولكن إلى ربك المنتهى. حتى أبدية الجنة وأبدية النار واستمرارها بإبقائه لها، ما هي بذاتها ماشي منها، فهي في حد ذاتها في كل وقت تتناهى موجودات الآثار الموجودات التي فيها بحدودها، لكن بإبقاء الله لها تبقى وتستمر وتستمر، وبزيادته لا تزيد تزداد تزداد. فهؤلاء لهم عذاب صعد يزيد دائم، وهؤلاء لهم نعيم يزيد يتجدد دائما. لا، فإذا كل ما سواه فهو محوط بعلمه محصي عددا، عدد نفس كل واحد، عدد أنفاس الجميع، عدد أنفاس الحيوانات، عدد أنفاس أهل الجنة، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أحاط بما لديهم علما واطلاعا من كل الجوانب، وأحصى كل شيء عددا. ولذا قال وحشرناهم فلم نغادر منهم، ما في واحد بيغيب، لا صغير ولا كبير، إنسي ولا جني، وين بيروح؟ فين بيذهب؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات لا تنفذوا، هيا خرجوا، ما في قدرة، ما في إمكانية. فلم نغادر منهم أحدا. وأعمالهم وأحوالهم وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيش هذا؟ أشد من كمبيوتر، أشد من أجهزة مخفية تصورنا، إيش هذا؟ كل شيء واضح قدامنا ويشتاف، صوت وصورة قدامك، أعمالك كلها تشوفها. شوف 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 لما تسرق شوف محل فلاني مكان، شوف هنا مكتوب وهنا منظور، والله شوف لما كذبت على فلان في يوم كذا، اسمع شوف ايش تقول له، شوف ايش يوم حطيت يدك تحت الثوب ذاك اليوم، شوف 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 هنا مكتوب وهنا منظور، شوف قدامك. لا اله الا الله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصى ووجدوا ما عملوا حاضر. لا إله إلا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير معضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فيا من أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، اغفر لنا ما تعلم واعف عما تعلم، واكفنا كل ما أحاط بعلمك من الشرور والآفات في الدنيا والبرزخ ويوم النشور، سلمنا من جميع البلايا، أصلح لنا الظواهر والخفايا، يا عالما بكل شيء، يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، أصلح لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء، ولا تعذبنا على شيء، يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، بعلمك بكل شيء.
هب لنا كل خير أحاط بعلمك، وادفع عنا كل شر أحاط به علمك، في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. يا رب الدنيا والبرزخ والآخرة، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، ارزقنا كمال الإيمان واليقين، وزدنا بهذا القرآن ومن أنزلت عليه إيمانا ويقينا، وارزقنا الصدق والإخلاص لوجهك الكريم، واجعل لنا في رمضان هذا سرا من سر القرآن، ونصيبا من نور القرآن وبركة القرآن، وأن تسري سرايته فينا حتى يمتزج بلحومنا ودمائنا، ونحشر في زمرة أهل القرآن، وأنت راض عنا، وشمل بذلك من حضر ومن يسمعنا ومن في ديارهم وأهاليهم وقرباتهم، وأصلح شؤون المسلمين يا ربي، وردهم إلى القرآن، وارفعهم بالقرآن، وانفعنا وإياهم بالقرآن، واجعلنا من العاملين بما فيه، المترقين في مراقيه، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. لقد خصنا الرحمن من سائر الكتب بأفضل قرآن وبالمنطق العذب، فسارع أخي دوما ورتله خاشعا، تنال الرضا والكشف للهم والكرب، وكن منصتا للدرس دبا فإنه حقائق أسرار ووهد من الرب، وقص أبحرا تفسير علمي وراثة وأنفاس فخر يمطر الكل بالحب.